تفضل ام سعد قلتي عندك شي اقتراحات ياك؟ انا هانتي دابا عندي صدر ديال البيبي ايه كنقطعوا شرائح كيكون بعدا نجيبوه دي ستيك ومن بعد كنقطعوا شرائح رقيقه كتشبيها الفرقاق كناخذوا شويه ديال العطريه ديال الشاورما راه كتبها هذيك الجاهزه كنحكوا شويه ديال الثومه كنديروا شويه ديال التحميره مليحه كندير انا الهريسه ما كنديرش البصل وشويه ديال السكنجبير صافي والخل الخل يكون شويه كثير لان كيهشو كيجي تيجي لذيذ صافي كنرقدوه باش ما ترقد بحال دابا الا كانت بغاتو في الغداء ترقدوا صباح بكري كانت بغاتو العشيه ترقدوا بحال هكاك في 12 هو باش ما ترقد كيحلى ايه واخا عاوتاني كان هذا اباغ هو دابا شحرنا ما شحرناش غير قدناه وخلينا كناخذوا بصله كنديروها ديلاميل هكا هي مقطعه مشنفه ماشي مدوره مشنفه كنديروا شويه انا كندير زيت العود كندير شويه زيت العود في المقله كنشحروا هذيك البصيله حتى تنشوفوها بدات كتهبط شويه كندير الفلافل بالالوان ايه الحمراء والخضراء والخضراء والصفراء داك الشيء اللي موجود وكنقطعهم تما صبيعه ترقاق بزاف وكنزيدهم على ديك البصله وكنزيد نشحرهم كيبانوا ليا بداو كيترخفوا كنلوح عليهم داك صدر بيبي صافي كيكمل كلهم في التشحر في نفس الطريقه مية اديك صعب بغات ديرهم بالطبيطه تعمر بيهم بغات تاخذ سميتو هكا كما كنقولوا باريزيا لي باغيت وتقطعهم وتعمرهم بهذه الحشوه وكديرهم في البانينوز كيجيو ساهلين وكيجيو لذات لذات في نفس الوقت الله يعطيك الصحه الله يبارك فيك عندي حليوه بسيطه هي اصلا كدار باللوز وبما ان اللوز شويه ثمن غالي لينا كن نعوضوا بشي كاوكاو ايه بكاوكاو ايه راه عندنا كيلو ديال الكاوكاو مقشوره كنطحنوه خضر نيلو ايه كنزيدوا عليه 300 غرام ديال السنيده كنزيدوا معلقه صغيره القرفه وراس معلقه ديال القرنفل وجوج خمارات ايه وكان صافي هادشي خلطناه وكنديروا حفيره كنبقاو نزيدو تقريبا كيهسط البيضات على حسب كبوريات البيض البيض راه ما كنطربوه ما والو ملي كندور الحفره كنبقاو نزيدو داك نديرو ديك ثلاثه ولا اربعه البيضات نخلطو ومن بعد نزيدو على حسب اللي غتجمع فينا تجمع لينا ديك الحلوه ما كتكونش مطلوقه بزاف وما كتكونش قاسحه تكون رطبه كناخدو سكر كلاصي كنديرو كويرات كنحطو لوجه السكر كلاصي وكنحطو في الكويرتات كنعمرو غير لو 3 كار غير تولت هذاك سميتو لو 3 كار ديال الكاري لان هي كتنفخ صافي وكندخلوها الفران كطيب طياب عادي راه كتجي مشقوقه من الفوق راه كتجي غزاله وباللوز راه كتكون الد يعني باللوز تكون الد ولا معناش نعوضها بالكاوكاو فوالا هي راه غوصيت البريره هي باللوز ولكن بما ان ما يمكنش نغنستعملوا كل شيء في اللوز كنعوضوا شويه نقدروا شويه الميزانيه هذا الشيء اللي كاين تبارك الله عليك الوقت الله يطول عمرك عندي وصفات هكا بساطين ولكن لسوء الحظ ما كيقبضش ليا الخير ونتمنوا خير ان شاء الله مرحبا بك ام سعد الله يطول عمرك ولا بغيتي نعطيك واحد البطاطا في الفران راه لذيذه يبغيوها نيت هذه واخا كانت سهله كناخدو بطاطا ما تكونش كبيره تكون غير متوسطه كنقشروها وكنديروها دوائر انا كندير شويه تنتخيطي هي اصلا كنديروها في الحليب ونديرها في الفرن حتى تطيب انا كياخذ ليا شويه الوقت كندير لها نص القاعه على برا بالماء عاد كنشدها نصفيها ونديرها في المول ديال الفران كنخوي عليها الحليب كندير طريفات ديال الزبده من الفوق شويه ديال الملح وشويه البزار كندخلها الفران حتى تطيب ملي كطيب هذيك الساعه كنطرب البيض ديك الساعه حسب المستطاع كان غير كان الفرماج حمر كيكون من الاحسن كنطربوه معاه ونخويو ما كانش راه غير بالبيض تا هو نديرو ليه مليحه وبزار وكنخويو من الفوق راه كتجي لذيذه اييه سهله وهذا تعجبني كتزيدها وفي نفس الوقت كتشبع فهمتيني؟ اييه ما كتحتاجش مثلا بزاف تشليضات مع غير هادي ومثلا ستيك ولا شي حاجه راه ما شاء الله كتشبع تبارك الله عليك ام سعد الله يبارك فيك حبيبه والحمد لله اللي سمعناك على خير الله يبارك فيك ودام الحظ باش توصلنا معك اليوم بارك الله فيك شرف لينا الله يطول عمرك حبيبه وكنشكر الجميع وراه راه دائما راه شي صف لقيتها ديال كونجي راه كنت كنتفوت الاعادات لان كنستمتع بهم هادشي اللي كان كنقول على كنت بعض المرات كنعرف ان لاغوسيت تاع من يلاه كتبدا كنعرفها لان ما كنت ما توالفناكم الحمد لله الله يجعل